تحية للحضور الكريم. نرحب بطبيعة الحال بالإخوان الضيوف ديالنا الذين حضروا. نرحب السيد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية الزميل عبد البقالي، الزميل أيضا نور الدين مفتاح رئيس سابق الفيدرالية المغربية للناشرين وأيضا عضو المجلس الوطني للصحافة. نرحب الأستاذ الكبير خشيشن رئيس مجلس الفيدرالي للنقابة. أيضا معنا يكون معنا الأستاذ عبد المجيد أبادا المندوب الجهوي للاتصال. نرحب بجميع فعاليات الإخوان داخل المدينة، سواء إعلاميين، سواء الإخوان في المجتمع المدني، المجتمع الثقافي والسياسي أيضا داخل المدينة. بطبيعة الحال العديد من الإخوان طرحوا السؤال لماذا عقد فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية هذا الندوة، ولماذا بالضبط مستقبل الصحافة في المغرب. يعني الجميع يحس اليوم بنوع من القلق حول ما يحدث أو ما يخترق الحياة الإعلامية في المغرب، لذلك حاولنا يعني أن نطرح السؤال حول مستقبل هذه المهنة في بلدنا. أيضا داخل الفرع أيضا ترون أننا حاولنا أن نحتفي أيضا بالذاكرة التاريخية للمدينة. الذاكرة التاريخية للمدينة هي ذاكرة خصبة كما تعلمون في أسفي، مدينة تاريخية يعني مرت فيها الكثير من الأحداث التاريخية ومرت منها الكثير من الوقائع التاريخية. نريد اليوم أيضا داخل فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن ننفض الغبار على مثل الأشياء الجميلة التي لا يريد أن يتبعها ولا يلتفت إليها اليوم الكثير من الناس داخل هذه المدينة. لذلك أستدعي صديقي وزميلي الأخ سعيد الجدياني ليتحدث لنا عن ضيف الدورة الذي اخترناه. السيد مندوب الجهوي للاتصال، السيد باشا مدينة أسفي، ضيوفنا أعزاء عائلة المرحوم محمد البامراني، السادة السيدات أيها الحضور الكريم. التقى فرع أسفي للنقابة الصحفية الوطنية في الدورة الثانية بعد الدورة الأولى التي كانت تحمل اسم صالح العبدي. طلعت في هذه الدورة تتلقى عليها اسم محمد البامراني. على المكان هو مثلا على فاس، شي اللي كان وعد مثلا فاس كان السلال الفاسي، ملي كنمشيو لبار كيبان فريج، ملي كنمشيو لطوان، ملي كنمشيو لطنجة عبد الله عبد المهم، ملي كنمشيو هادو كان من الاصدقاء ديال السي محمد البابراني، ومنهم خرج من الوطنية وجاب الوطنية لأسفي وبقى في رغم انه تعرض عدة مرات. جدا تفضل لحسن حظنا معنا الزميل سعيد الجديري، دائما نتعلم ونستفيد من الكثير انه اكبر نباش من بين النباشين في تاريخ المدينه. لان كما قلت لكم سابقا سؤالنا هو سؤال كبير، مستقبل الصحافه في المغرب. سيبدا معنا في التشريح او التفكيك او طرح السؤال، سنبدا مع زميلنا رئيس النقابه الاستاذ عبد الله خالد. نعم، ربما الإعلام البديل الحالي وأكثر شراسة وأكثر عنف في مواجهة مسائل الإعلام التقليدية، إذاعة وتلفزيون ومكتوب. وأيضا لأول مرة نلاحظ أن هذا الإعلام البديل يهدد باقي مكونات الإعلام، مثلاً حينما ظهرت الإذاعة. ومشاركة أبسامي للمنين والحضور كل واحد من تسبيب وسيلتي، مرحبا بكم، واسمحوا لي في البداية أن أبلغكم اعتذار السيد الوزير عن عدم حضور شغل هذه الندوة نظراً لالتزامات الحكومية، علماً أنه يمنح لهذه الندوة أهمية كبرى. وكما أبلغ السادة المقيمين هذه الندوة العجيبة، متمنيات إليهم لهم أن تكمل أشعارها بالتوفيق والنجاح إن شاء الله. وأغتنم كذلك هذه الفرصة لأشكر فرع النقابة لمدينة أسفي، أولا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة،
وعلى اختيار وزارة الاتصال والمدير الجهوي للاتصال مراكش في كشريك لهذه الندوة. وهذا الأمر ليس غريبا على هذا فرع النقابة، لأن هي ما كتسبب إلا واحد الشراكة حقيقية اللي كتكون ما بين السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والنقابة. هذه النقابة اللي دائما ولا زالت كانت تعتبر شريكا حقيقيا لوزارة الاتصال، عندها تتمتع بقوة اقتراحية كبيرة وقوة تعرف وعينها محترمة وعندها مصداقية كبيرة. فأشكر أستاذ رئيس فرع النقابة الأدمينستراسيون على هذه الدعوة وعلى هذه الشراكة، وأهنئه على اختياره لهذا الموضوع. هذا الموضوع اللي فعلا يتضح بأنه عنده راهنية كبيرة، اللي هو موضوع مستقبل الصحافة. وسأنطلق من مقتطفات من كلمة الأستاذ العقادي والأستاذ عبد المفتاح، الذين بهذه المناسبة أصرح بأنني أعتبر أساتذتي في مجال الصحافة وفي مجال مهنة المتاعب. فهناك شيء قاله الأستاذ العقادي يدعو للتفاؤل، وهو أن الصحافة ليست هذا نتبو التاريخي، ما كاينش وسيلة إعلامية، يعني الغات وسيلة قبلنا هكا كما كان الأستاذ العقادي غات التلفازة قال للناس إذا عام يعني هذا كيعطينا واحد تفاؤل بأن المستقبل إن شاء الله الصحافة لا زال المستقبل أمامها إن شاء الله. وكان أخ الأستاذ نور الدين مفتاح من التشخيص ديالو، لأنه قال بأنه فعلا لا نحس بالخوف ونضع جميع أيدينا على قلوبنا حول مستقبل الصحافة. لماذا؟ كاين هناك مؤشرات ذاتية ومؤشرات موضوعية اللي كتدعو لهذا القلق. المؤشرات الموضوعية هو ما يعرفه مجال الصحافة من التطور على المستوى العالمي، وهذا الفورة ديال التكنولوجيا التي أفرزت أشكال جديدة من الصحافة والإعلام والاتصال والمحتوى الجديدة تكاد تكون منفلتة من كل ضغط. هذا معطى اللي هو تحدي يواجهنا المغرب على غير باقي دول العالم، أكثر من تجربة وعلاقة ديمقراطية هي محرجة في الجواب على مجموعة من الأسئلة والتحدي في كيف التطور. وهناك أسباب ذاتية فعلا تدعو إلى التخوف، وهو ما يعتري عن شو الطائرة ديال المقاهي الريوتيلا هادشي حتى إلى قلب المنزل. ولحد الان عندنا 500,000 واحد كيقرا جريده بالمجان. انا دابا كننتج واحد الجريده كنشغلوها كنمشي نطلع كنخرج الصحفيين ياك، ولكن واحد كيشد هذا المنتوج كيستهلكو بالمجان ما كيوعدش انه راه واحد الاستثمار. فكاين واحد الضرر لا يتصور. اذا جينا نحسبوا هاد 500,000 القطاع كيمشي له من الناحيه الاقتصاديه 650 مليون درهم في السنه ديال الطائرة، كانت أكثر بكثير. هاد 650 مليون درهم اللي هي 65 مليار كتمشي للمقاولات، كتمشي للاستثمار في الموارد البشرية، كتمشي في الوضعية الاجتماعية ديال الصحفيين إلى آخره. وشحال ديال الدعم اللي كتعطي الدولة للصحف؟ بدينا الدعم بدا يعني تعمم من 2005 لحد الآن هو ما كيفوتش 6.5 مليار سنتيم، كتستافد منه 80 جريدة. يعني بالنسبة للصحف اليومية، استعفى الله هو مسؤول عن الجريدة اليومية، يمكن ما يفوتش ذاك الدعم اللي كتحصل الجريدة 7 أيام إلى 8 أيام في المصارف. لا أقل ولا أكثر. اليوم شركة توزيع، حنا هذا الشيء راه غادي نشوفوا دابا الملف غادي نعرضوا على الإخوان، سواء كان معروض على الحكومة. هاد السنة دخل الدعم ديال توزيع الطباعة غادي كان في القانون هاد الساعة، حتى هاد السنة غادي يدخل. ولكن الوقت فاش كتكون عندك العجز مثلا ديال 100 وفي الأخير كيجيك واحد الدعم ديال 4، ما ماشي شي حاجة ناجحة. الإيدنتيتي ديال الصحفي شكون هو؟
هذا الصحفي كذلك هل يقاتل داخل المقاولة الإعلامية الإسبوعية؟ أنا أقول لكم داخل المقاولة الإعلامية ما كاينش شي شجاع يطرح المسألة ديال الديمقراطية التحرير واللي فيها جزء من العطب اللي كنمروا عليه الجماعة واللي الآن ساهمين فيها. هادو كلهم كنا كنتحملوا المسؤولية. وبالتالي أنا أعتقد أن معادلة هذا الموضوع تحتاج نوع من النقد الذاتي وتحتاج شجاعة وتحتاج أن نقول باننا ما كنديروش هذه المقاربات من اجل اننا نمسوا شي واحد. حنا في النقابه الوطنيه الصحافه المغربيه دائما تنقولوا للاخوان ديالنا في جميع المقاولات الصحافيه منين ديروا شي مكتب نقابي اعتبروا راسكم بانكم شركاء المقاوله لاننا كنا في سفينه واحده. ما كندافعوش حنا على شي واحد امبراكاسي في واحد المؤسسه اعلاميه، كنقولوا له لا خصك تكون انت نموذج الصحفي المتميز داخل المقاوله الاعلاميه باش تسمى نقابه. خاص المقاوله الاعلاميه تامن بهذا الفعل. وتساهم فيه ونكونوا يد مشتركه ونقلبوا على وسائل اللي هي مرحبا بالاستاذ ديالي السي مفتاح اللي تعلمنا منه ابجديات ديال الصحافه وتاكدنا به بزاف. بصح سيدي انا راني زربان لان اريد اولا ومن لحد قلبي الخالص ان اتقدم جزيل الشكر والامتنان لمنظمي هذا الجمع المبارك الذين فكروا في إعطاء لهذه الدورة السنوية اسم والدي رحمه الله، وذلك مما سيجعل شبابنا يحاد ويتساءل ليعلم أن النعمة التي نعيشها اليوم نعمة الاستقلال ما تم اكتسابها. الآن ننتقل لتسليم الشهادات ديال تكوين الطلبة والطالبات. دير الوسط دير الوسط وراه عندنا هنا طيب. اليوم هذا عبد الكبير خشيشن رئيس المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة. هذا اللقاء اليوم بهذه المدينة العزيزة هو لقاء من أجل مواجهة سؤال كبير هو مستقبل الصحافة في المغرب. من المؤكد على أن التداول الذي تم اليوم هو معالجة متعددة لموضوع الصحافة في المغرب، وكما لاحظتم على أن هناك نوع من المقاربة الشمولية المندمجة في نفس الوقت على مستويات عدة، منها المقاولة الإعلامية التي تحتاج إلى مراجعة، فيها المهنيون الذين يحتاجون إلى تأهيل أنفسهم وكذلك إلى انضباط لأخلاقية المهنة، فيها كذلك البيئة التي يمكن أن تكون نظيفة لممارسة المهنة، وهذه مسؤول عليها الجميع، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات ديال الدولة، تعلق الأمر بالمقاولة، تعلق الأمر بالمواطن نفسه المستهلك للمعلومة. اليوم الخطر داهم في نهاية المطاف لأن هناك نوع من وسائط الاتصال التي بدأت تهجم على البيوت تنتج المعلومة وتعتبر أن إنتاج الخبر حق مكتسب، وهذا أمر يعني يحتاج إلى نوع من الشجاعة لتأهيل المهنة وكذلك لتأهيل المهنيين للإيمان بأن الإعلام والصحافة والصناعة تحتاج إلى تأهيل، وعلى الجميع أن ينضبط لذلك. شكرا. مجيد أبادا المدير الجهوي لوزارة الاتصال جهة مراكش أسفي. تشرفت اليوم بحضور الندوة المنظمة من طرف فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بأسفي بشراكة مع المدير الجهوي للاتصال مراكش أسفي في موضوع مستقبل الصحافة، واللي كانت في الحقيقة ندوة غنية وتميزت بحضور متدخلين من كبار على رأسهم السيد رئيس النقابة السي عبد الله البقالي والسيد مفتاح والسيد عبد الكبير خشيشن، وكان نقاش مثمر وغني وتطرحوا مجموعة ديال الأسئلة اللي كانت عند عبرات بينات على واحد الاهتمام كبير من طرف المجتمع المسفيوي لا الإعلامي ولا ديال المجتمع المدني بالمآل والمستقبل ديال الصحافة. والشكر في هذه المبادرة هذه كي موصول لفرع النقابة ديال الأسفي اللي دارت مجهود استثنائي من أجل تنظيمها في أحسن الظروف، وشكرا. هي ندوة وطنية يعني استدعينا مجموعة ديال الزملاء والمتخصصين في الحياة الإعلامية الوطنية، حاولنا نقاربوا سؤال مستقبل الصحافة في المغرب من خلال طرح الأسئلة. ما الذي يقع في هذه البلاد؟ لماذا نحن اليوم متأخرين جدا؟ لماذا كل الطفيلية استقرت في الحياة الإعلامية في الجزء الإعلامي الوطني؟
هذا هو علاش كنطرحوا السؤال، ما بغيناش ندخلوا في التفاصيل، انه الجميع يعرف التفاصيل، يعرف ما الذي يقع، يعرف الناس الذين تسربوا المهنه، يعرفون الممارسات، وللاسف تشجعوا الجهات الاداريه على مستوى المدن والاقاليم انه كيشجعوا بمثل هذه العناصر ومثل هذه الناس. هذا هو علاش حنا حاولنا نطرحوا السؤال ديال مستقبل الصحافه في المغرب مع متخصصين، واعتقد ان الكلام فيه كفايه لانه الكلام كثر بزاف جدا جدا على الصحافه. اعتقد ان الكلام كافي وشكرا.